يوم رائع جدا النهارده كان في النادي الاهلي. النادي الاهلي النهارده تقريبا من الساعه 3:30 4 لغايه منذ قليل الحقيقه، وكان احتفال بنصر 6 اكتوبر العظيم، وكان طبعا منقول على شاشه قناه النادي الاهلي. اليوم بالكامل كان يوم رياضي، وبعد كده يوم اجتماعي، وبعد كده يوم تم تكريم كل اولاد الشهداء اللي كانوا موجودين في النادي الاهلي خلال الفتره السابقه. والحقيقه تكريمات كثيره جدا جدا عملها النادي الاهلي النهارده، واليوم كله كان حلو. يعني النهارده كل اعضاء النادي الاهلي اللي كانوا متواجدين كانوا مبسوطين باليوم. اليوم من اوله كان يوم رياضي، لعب الاهلي الف والاهلي ب مباراه في الصاله المغطاه، وكانت المباراه رائعه الحقيقه، وكان تواصل اجيال كبير جدا. الكابتن زكريا ناصف كان موجود، الكابتن وليد صلاح كان موجود، الكابتن شادي محمد كان موجود، الكابتن احمد السيد كان موجود. انا الحقيقه مش عايز عشان ما انساش الاسماء، كابتن عادل مصطفى، كابتن اينو، مجموعه كبيره جدا من اللاعبين اللي كانوا متواجدين في النادي الاهلي خلال الفتره السابقه تم دعوتهم الحقيقه النهارده في هذه المباراه. وبالتالي كان يوم رياضي رائع. وبعد ما انتهت هذه المباراه انتقل الجميع الى الحفلة اللي كانت معمولة بمناسبة احتفالات 6 أكتوبر، والحقيقة الحفلة دي كانت تحت شعار دامة قواتنا المسلحة، درع وسيف للوطن. حاجة جميلة جدا جدا بيعملها النادي الأهلي، وبيكون حريص على دائما التواجد في مثل هذه الإيفنتات الكبيرة جدا، واللي كل الشعب المصري. احنا عندنا احتفالات 6 أكتوبر مش يوم 6 أكتوبر بس، احنا عندنا احتفالات 6 أكتوبر بتبقى شهر بالكامل الحقيقة، لأن هذا اليوم بالنسبة لنا هو يوم فخر ويوم عزة ويوم رجوع الحق لكل المصريين الحقيقة في كل مكان، من خلال قواتنا المسلحة الباسلة الحقيقة، والجهد الكبير اللي مبذول ما قبل الحقيقة 73 وحتى الآن. زي ما حضراتكم شايفين كل اللي بيحصل في مصر كلها الحقيقة، دائما أي حاجة حلوة بتلاقي وراها القوات المسلحة، أي حاجة حلوة أو أي حاجة منظمة كمان تحديدا بتلاقي وراها القوات المسلحة. دمتم لينا الحقيقة سيف ودرع للوطن دائما داخل الوطن وخارج الوطن. الحقيقة حاجة جميلة جدا جدا، وزي ما حضراتكم شايفين كان إيفنت رائع جدا الحقيقة، الكل تواجد والكل كان حريص. كابتن شريف عبد المنعم الحقيقة برضو كان متواجد، وكابتن محمد يوسف، ومجموعة كبيرة، كابتن محمد عمارة وكابتن بلال وكابتن ياسر ريان وكابتن علاء ميهوب وكابتن أحمد فوزي وكابتن عادل مصطفى، مجموعة كبيرة جدا الحقيقة، وكابتن حسين شكري وكابتن هشام حنفي، كل الناس الحقيقة وكل الأجيال كانت متواجدة. وكابتن خالد بيبو طبعا النهاردة اللي أحرز عدد كبير من الأهداف. يوم كان رائع جدا، وبعد انتهاء اليوم الرياضي أو الساعة ونص ولا الساعتين الرياضية كان هناك زي ما قلت لحضراتكم تكريم كبير جدا جدا لكل أهالي وأسر شهداء حرب أكتوبر المجيد.